عاملين دراسة و دراسة وأبحاث علي. انتوا مشروع كبير، مشروع كبير من المتخلفين اللي بدها دراسة حقيقية في علم النفس، في البعد الإنساني. انتوا اللي بحاجة لدراسة من نوع معين. اخترعتوا كل هذا الاشي لتحللوا واحد مؤمن بس بفكرة سيروا، ممكن تكون غلط بس سيروا. هيك اللي بده يعالج الشيء. انتوا اللي بتبقوا علاج، انتوا اللي بتبقوا علاج، انتوا كل الدكاتره اللي عندكم وكل الفلسفه اللي انتوا اخترعتوها وحطيتوها بكتب على اساس انها فلسفه تدرس. عارفين انها دراسة متخلفة، هالشيء غير انساني. بكل بحثكم ومناهجكم وإشي غير انساني.